ضيفنا الاستاذ الناقد الاستاذ هذا لا يليق لا يليق حصاوي. تفضل يا استاذ الجامعة كل شوية سقفة. تفضل. رغم الظروف الصعبه يعني واشيد كمان بالنظام والهدوء والصمت الصمت الجميل المرعب اللي يبشر بمحاضره ثم ندوه لاجحه في الحلقه النقاشيه على هامش مؤتمركم العلمي. ولو اني احب قبل ما ابدا الكلام نحط النقط على الحروف ونتفق ومحتاج اعرف طبيعه هذه الندوه أو طبيعة الجمعية الموقرة اللي دعت إلى هذه الندوة، ويهمني نتفق على أسس ونعرف شكل الحلقة النقاشية. طيب، أنا متحمس جدا للحوار مع الآخر، لكن لابد قبل ما أتكلم وأتحاور مع الآخر اعرف الاخر اللي انا هتحاور معاه ايه طبيعته. يا ريت اي حد يوضح لي. من فضلك اي حد يوضح في ايه يا جماعه؟ ما بتردوش ليه؟ في ايه؟ اذا كان كده يبقى مفهوم. ندوه محترمه وموقره زي اللي احنا بصددها لابد ان القائمين اللي عليها يوفروا مايكروفون، مايكروفون لان الناس مش سامعين حضرتك، في ناس هناك مش سامعين، مش سامعين. اتفضل يا استاذ. كم من الاول يا فندم؟ احنا كل واحد بيجيب الميكروفون بتاعه. يعني حضرتك معاك ورقه قد كده وجايب لي ميكروفون قد كده. واحد اثنين ثلاثة 1 2 3 1 2 3 محدش يقرا. الان نجري بعض التجارب. تيست مايكروفون تيست 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 خلاص 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 صوت يا استاذ عادي الراجل مش سامعني تيست 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 بس هذا لا يليق لا يليق يعني في معامله لائقه. أنا عقلية معملية علمية فذة وعبقرية. هذا لا يليق. بسم الله الرحمن الرحيم. مسموع كلام؟ سامعين سامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي ليديز أند جنتلمان، في البداية أحب أن أرحب بكم مرة أخرى وأريد أن أعرف هي طبيعة هذه الندوة وطبيعة الجمعية الموقرة اللي دعت إلى هذه الندوة، ويهمني نحط أسس لشكل الحلقة النقاشية. تفضل. هي الجمعية مخصصة لسم حضراتكم لا مؤاخذة يعني ما بتسمعوش أطرش حضرتك. لا 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 أحب أفكر حضراتكم انكم انتم اللي دعيتوني للكلام في هذه الندوة. I want to remember you that you introduced me here in that situation. Is that happened? مش ده اللي حصل؟ ما شاء الله. انت بتكتب ايه يا استاذ؟ بتكتب ايه؟ هو لسه في حد قال حاجة علشان تكتبها؟ يا جماعة لازم يكون في بيننا وبين بعض يعني شوية استحقص. بسم الله يا استاذ. لو سمحت بالفضل، ده كلام علمي وانا عقلية معدنية علمية فذة. ده كلام علمي. البيست هي الأفضل. البيست هي الأفضل وحب بيني وبين حضرتك في حب.
اخضر وبيني وبين حضرتك في حب اكتر يعني حضرتك وبيني وبين حضرتك في حب يعني حب كتير فحب وحب اكتر وحب كتير يبقى حبس حبس واللي اسمه حبس يا جماعه يعني هو افضل حاجه علشان خاطر نعمل ندوه ناجحه وفي هذا الصدد الف البسيطه الشعريه اللي بتقول حسي بسي بسي حسي بسي بسي حسي 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 بسي بسي حسي والحسي بسي حسي بسي حسي حسي بسي حسي بسي حسي بسي بسي حسي 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 بسي حسي بسي حسي 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 بسي بسي حسي بسي حسي بسي حسي بسي حسي والله ما بتحسوش بسي حسي بسي ما بتحسوش يا أخي حس كنت حس لسه نفس هذا لا يقول هذا لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول هذا لا يقول يا أخي نقوى علمية مؤقتة ودي حيلة علمية علشان تكتشف الراجل ده بيسمع ويرقص على المزيكا اللي أنا بعملها أنا عقلية معملية علمية فزة وهذا لا يليق إحنا في نقوى علمية مؤقتة نقوى علمية مؤقتة حبس بقى حبس الشاف هو في يعني بصفتي راجل عقليه معنويه علميه فذه فبصفتي عبقري ففي احتمال واحد واخير حضراتكم بكره ما بتتكلمش اخرس مش كده؟ وطلع بيتكلم وطلع بيتكلم وهذا لا يليق ولا يجوز انت مش جدع لا يليق ولا يجوز يا باشمهندس يا دكتور يا اسطى يا اسطى يا اسطى هذا لا يجوز لا يليق يا استاذ لا يليق اتفضل احنا في ندوة علمية مؤقتة لو سمحت نظم ونشر واللي عاوز يعقم على كلام الاستاذ حسام اتفضل يرفع ايده يعقم يا باشا كل احنا في ندوة علمية موقرة ناس بتعلق عليك ما تكسبتهاش يعقم يعقم ايه هو انا لسه قلت حاجة علشان تعقم عليها يا استاذ حسام يا رب تتحلى بالديمقراطية ولا تسع صدرك للرأي الآخر اتفضل عقم يا استاذ انا لسه ما خلصتش كلامي يا استاذ والحس ايه بسم الله الرحمن الرحيم الملوخية ايه؟ ملوخية ملوخية والسلام عليكم مين الملوخية؟ نقصد مين نقصد مين من الملوخية؟ الملوخية ده هذا لا يليق ولا يجوز احنا في ندوة علمية مؤقتة بسم الله الرحمن الرحيم ان القومية التعبوية للشعب الهوائية ولا بديل الا الموت او الحياة حتى شعار اخر الحقيقة يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه لان ده كلام ملوش اي علاقه اي حاجه انا قلتها لان انا لسه ما قلتش حاجه لا يا ابني استنى واحد اثنين ثلاثه انا راجل دكتور وعقليه معمليه فاسه وشغال لكم على دكتور كل ورايا والله كل ورايا والله والله ما عندناش كوره امشي اهو هذا لا يليق ولا يجوز انا عقليه معمليه علميه فاسه هذا لا يليق يا جماعه هذا لا يليق ولا بد منه حيث انا وعلي فان من الاستحاله التنازل عن اي من هذا او ذلك وباعتبار من يعرف من يعرف فإن من الملاحظات التي وإن كان هناك أو حد
فيها الحق. يعني العقلية معنية علمية فزة وما فهمتش حاجة من اللي انت بتقول. I don't understand. احسن دوشت. واعترض ويعوم. واجبو بكل السماح. برأي الأستاذ حسام. واقولها وبكل الحب. بل بكل الاستحبس. استحبس الشباب. الراجل ده عظيم. إنه كلام العملاء والخونة وأسافل الناس. أو ده كلام مفهوم، كلام محترم ومليء بالاستحبس، وده شيء أنا أحترمك عليه. لكن أنا بص أنا حاسس بيك، لأن حسي لسه. فأنت في عندك اعتراض أو احتجاج، جمعه وقوله لي ما تتكسفش، وسيبه إن أنا هعرف أتعامل معاه. تحدى الأستاذ حصاوي أن يعرف ما تحته خط فيما لا يقل عن 15 سطرا. مبينا وموضحا موضع البلاغه فيما يختار من طبق النوم. اللهم اجعل اللهم برضه مصر ان انت تعجزني. يعني انت بتقول حاجات، يعني انا عقليه معمليه علميه فذة، مش سطر و15 سطر تحكي جوان بتاعك ده. انا اعرض لك كتيبات موسوعه من المكتبات. انا راجل عقليه معمليه عبقريه فذة، ها؟ لكن انا مش فاهم ايه علاقه يا ابني الاعراب والنحو بندوة علميه موقره زي اللي احنا الان بنصدرها. لو سمحت يا استاذ صوت اديك فرصه ترد على الاخر. بص لي بقى مش عارف اتفضل من اخرك. يجب ان يكون مفهوما انه لا يمكن اعتبار اي هدف اعتمادي بمثابه حد فاصل بين السمن البلدي والزيت النباتي. وهذا هو رأيي الذي أتمسك به وبشدة مهما قال الأستاذ حصاوي أو ادعي، فلن تؤثر فينا كلماته المسمومة ولا تهديداته المستكرة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سد عليه. سد عليه. سد عليه. سد عليه. سد عليه. ها؟ أنت مين يا ابني اللي بعتك تبوظ هذه الندوة العلمية الموقرة؟ ها؟ سمنة ايه؟ وزيت ايه اللي انت بتقول عليه؟ ها؟ سمنة وزيت ايه اللي انت بتقول عليه؟ ملوخية ملوخية ملوخية. ايه؟ ايه ده؟ شاهد شاهد عندنا ملوخية شاهد. بس بس هي ندوة علمية ولا ندوة طبيخ؟ ها؟ طبيخ بطيخ بطيخ انا البس بس بطيخ بس بقى ونحس بس اسمحوا لي فانا اتفق معاك فأنا أؤيد الأستاذ حصاوي. أهو أنا بأيدك أشكرك. من حيث أن الواقع يختلف مع الحقيقة الميتافيزيقلقية. إيه؟ الميتافيزيقلقية؟ لا 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 أنت حلو لحد هنا. هي اسمها يا حبيبي الميتافيزيقية. لا لا لو سمحت لو سمحت اسمها الميتافيزيقلقية. ما تتفزلكش يا حبيبي. أنا راجل عقلية معملية علمية فذة وبقول لحضرتك اسمها الميتافيزيقية. وبناء عليه فيجب أن نتضامن مع الشعب الفلسطيني ومثلث مزبيرو وجزيرة الوراق والنسيج ونسيج القناة. أنا مبدئيا أشكرك جدا. I thank you very much. لأنك بتأيدني وده شيء جميل وشيء طيب ويعني فيه استحقاق. لكن أنا يا ابني حبيبي أنت بتأيدني في حاجات أنا مش ممكن أقول إن تفزقتني. لن يخدعك. لن يخدعنا الأستاذ حصاوي بكلماته الكبيرة ولا مصطلحاته الفخمة الضخمة. فالروح الرياضية. أنت لازم تلعب الروح الرياضية. أيوه أنا عندي روح رياضية. تستوجب؟ نقف. جميعا دقيقة حلال على روح والدي في حاجة كتاب الشهير الذي فاتت وقوع إلا بعيد الشهر الماضي. يعني هذا لا يليق لا يليق. اقعد. لا يجوز. تصور يا استاذ اقعد. اقعد بسرعه. مع احترامي الكامل لراي الاخر. يا ابني انا لسه ما قلتش حاجه. ولكني اعلن من رايك من هنا. ايه؟ بان كلام الاستاذ حصاوي يجب ان لا يمر
دون عقاب. رضا في ايه؟ ايوه عقاب رضا يا ابني، لسه قلت عجب. دي خيانه عظمى وازدراء. ايوه ازدراء. واذكركم جميعا بان مصر ستظل سمراء خضراء بيضاء. انتهت بقى الحسدون. رفع تلك الجلسه. يا جماعه يا جماعه، الخلاف في الراي لا يفسد الود القضيه. والان نستمع الى راي الاستاذ حصاوي نظام فيدي او احمد، وهو الوقت المتبقي من هذه الندوه. اتفضل يا استاذ. طالما الحكايه فيها ازدراء وكلام فيرن ده، انا اسف جدا يا جماعه، واعتذر جدا على ان انا جيت هذه الندوه والتي لم يكن لها من الاساس ومن البدايه اي ضروره في ان الناس المايه بتاعتي. اتفضل يا باشا. هو ده ايوه ايوه هو ده اللي حصل. هتعملي مايك دلوقتي؟ ها قوم يا معين معين. سيب انا عقليه معمليه علميه فاسده، والماده 65 في الدستور بتنص على ان حريه التعبير والراي مكفوله، ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او بالكتابه او بالتصوير او بغير ذلك من وسائل التعبير والنشر. نشر الغزو والنكبه والميه وكمان مجنون. يعني كريزي. انت فاكر نفسك الاستاذ الفنان حموده بيكيا؟ مين؟ حموده بيكيا. ثم انا ما لحقتش، ما ادتونيش فرصه اقول ارائي وافكاري العلميه في هذه الندوه العلميه. انت كمان عايز تقول حاجه؟ مش كفايه اللي انت قلته؟ يا ار كريمنال ار تورست خيانه عظمى وازدراء. ازدراء كوكو تاني يا اخوان. سعادة بيه اللي وصلني يا ابني. يا اخوانا لازم يكون في بيننا وبين بعض ازدراء. ازدراء ازدراء برضه يا اخوانا. بنهزر، انا مخرج المسرحيه دي يا ابني. انت هو كمان ازدراء.